السلام عليكم، حياكم الله جميعا. يا أهلا وسهلا بالمزارعين الجميلين، أهلا وسهلا. كنت قبل كم يوم تكلمت لكم عن شجيرة جميلة، قلت لكم أنها يعني مفيدة وشكلها جميل ومضمونها أجمل. هذه الشجيرة لما يكون الواحد عليه قطعة لبس منها يقول لك والله إنه يعني من الشجيرة هذه، وإنه أصلي نقي 100%، فيفتخر إنه يلبس اللبس اللي منتجته هذه الشجيرة. فشجيرة حبيبة جميلة، أتمنى إنه نحرص عليها شوي. وأنا الموضوع اللي خلاني أتبعه وأمشي عليه، طبعا أنا ما قلت لكم الاسم بس وريتكم، هذا الموضوع اللي خلاني أتكلم عنه، هذا خصوص الشجرة هذه اللي هي شجرة القطن. طبعا لأن أنا كان طول الصيفية اللي راحت وأنا قاعد أرصد النباتات اللي يعني تحملت درجة الحرارة اللي مرت علينا الصيف اللي فات، فحصلتها هي من ضمن الأشجار. الموقع اللي هي فيه، طبعا نتكلم عن القصيم، الموقع اللي هي فيه تأثر يمكن خلينا نقولك 60-70% من الأشجار اللي تأثرت تأثر شديد، واللي ذبلت واللي يعني نقدر نقول لك بعضهم مات يعني. القطن سبحان الله العظيم ما تأثرت نهائيا، ومبدعة وإنتاجها جميل جدا. طبعا أنا الآن أنا قلت لكم أنا ما عندي برنامج مونتاج، وما أنا قاعد مرة أصور ومرة أمنتج، يعني ما أنا من هالنوع، لكن بحط لكم بالإنستغرام صور وتفرجوا عليهم. يعني أنا متأكد أنكم راح تذهلون بجمال الشجرة هذه، تراها موجودة الآن وجميلة جدا رغم الصيف اللي عدى، وكلكم اشتكيتوا من ذبول وأشياء زي كذا. طبعا هذه واردة مخلي عشان تزين المنظر، عشان ما يكون المنظر مكركب، دائما تقولون عندك زي اللي طايح من طيارة على أغراض حقت المحمية، حطنا لكم الحين أشياء حلوة. المهم كانت الوحيدة بين شجرتين ثلاث أربع بالموقع اللي رحت له. أنا رايح الحقيقة ما كانت هي الهدف، كان الهدف شمولي بشكل عام، نرصد ونشوف الأشجار اللي تأثرت وكذا. فالله يسعدكم، هذه الشجرة لقيتها جميلة جميلة جدا، وعلى فكرة يعني تكاثرها يجي من البذور، والبذور اللي تتكاثر فيها بشكل سريع جدا، يعني خلال اليوم الثالث راح تلقى البادرات طلعت، يعني هذه البذور حقتها اليوم الثالث بالكثير راح تلقاها طالعة. وغير كذا نموها يعني زي هذه، خلينا نقول لكم مثلا هذه الشجرة الحين النبتة، شوفوها، لأني بس عطيتها حوض أكبر. هذه عمرها 20 يوم الآن بالضبط، 20 يوم من وضع البذرة، فسريعة النمو يعني القطن. طبعا بعدين أنتم ادخلوا للمواقع ودخلوا للنت والشغلات هذه وادرسوا أكثر عن الشغلة، أنا ما راح أتكلم بشكل كامل، يبغى لي أسبوع كامل. حركوا أفكاركم ما يخالف، ساعدون. شجرة جميلة، شجرة راح تستفيدون منها، شوفوا اللي تنمو الزهور راح تشوفون انتم على الانستغرام ان شاء الله. كل مراحل التزهير عنده، كل مرحلة اجمل من المرحلة اللي بعدها، والشجرة نفسها مبهجة، اخضر فاتح جميل لامع الورق. تنتج توصل المرحلة هذه، خلاص توصل مرحلة انتاج القطن. هذه اللي جواتها طبعا فيها كثير، مو بس هذه، هذه شوفوا كيف القطن يجي، طبعا يتنسل كذا، يسمونه ندف طبعا حقنا. طبعا القطن هذا محصول اقتصادي، هذه اللي تشوفونها البسيطه هذه تنتج ترى يعني كميه ما هي سهله لما تتوزع وتصير لها عمليه ندف، عاد انتم تعرفوا كيف الندف، ما ادري. طبعا مصر من الدول المشهوره على مستوى العالم، هي تزرع شجره هذه على فكره 60-70% من دول العالم، وشجره جميله. أنا رحت للموقع هذا لأجل دراسة التربة والمياه، فكانت موجودة الشجرة هذه، فعلى وأنا ماشي بالموضوع حق الموقع، طبعا سوينا تحليل، هذا التحليل العينة المياه، شجرة بطلة يعني عندها الصوديوم شوي عالي، كان بالموقع بالتربة عندها صوديوم 550، الصوديوم هذا كان الرنج 100-300 الطبيعي، وهي عالي ومع هذا مبدعة ما عندها مشكلة. أيضا عندنا الصوديوم بالماء
عندنا صوديوم بالماء 400 وزيادة، وهو الرنج حقه من 50 إلى 200 يعني، وبرضه مبدعة الشجرة هذه. فهذه نتيجة التحليل، ترى التحليل هذا مو بأي كلام، تحليل مراكز أبحاث يا شباب، يعني تحليل يعتمد عليه. طبعا البقية كلها ما يهم، لكن أنا ذكرت لكم الأشياء المرتفعة بالموضوع. والشجرة أيضا هذه من جماله أنها قاومت الشتوية اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، وقاومت الصيفية برضه، الصيف اللي عدى علينا هذا واللي قبله، ترى كلها قاومت مقاومة جميلة. فأنصحكم نصيحة بالشجرة هذه أو بالشجيرة، يعني أنا مو بكل شوي بقول لكم شجرة ولا شجيرة، ترى خلاص هي المضمون المضمون شجيرة وخلاص يعني. بعدين ارتفاعها تقدر تصرف فيها للحدائق المنزلية، للممرات في البيوت، للمزارع. طبعا كمحصول اقتصادي اكيد، انا ترى قاعد اوريكم الطماطم عشان اوسع صدوركم، مليتوا من شكلها يمكن. كمحصول اقتصادي اكيد لازم يدرس جدوى اقتصادية. انا طبعا جبت البذور حقتها هذه وسويت لها اختبار انبات عندي، انا سويت 40 بذرة بالضبط، اللي ما نبت عندي من 40 هذه، ما ادري انا ناسيها ولا ما ادري ايش، بس بعدين بشوف انا ايش المشكلة، شكلي ناسي حط فيها البذرة وبعدين اتاكد واعلمكم. وعلى فكره يا اهل صيانه التشتيل، خلوا التربه كذا ميته، ما فيها شيء، ترى ما فيها ولا مويه، مو تهلكونه بالري. مره عطشانه الصينيه هذه وزنها يمكن 2 جرام، تهلكون نباتاتكم. عطش تلقى نبات جميل جدا يعني، شوفوا ما شاء الله النباتات كلها بشكل جميل. طبعا هي عندها شويه استطالات لانه انا حاطها تحت الطماطم، لانه خلاص اثبتت لي تجربه النجاح انه من البذره 99% نسبه النجاح عندنا. فما دام انه صارت 99% حلوين والموضوع جميل، انا اعتقد 100%، بس هذه ربما خطا من عندي نسيان، ولازم نكون ندري ونعرف انه نهدي اللعب مع التراب او مع الاوساط اللي راح نبذر فيها. ترى قاعد دور البذره ما لقيتها، اول مره انكش المنطقه هذه. عموما البذره جميله، الشجره جميله، وتكاثر عن طريق البذور، وهي محصول جيد 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 يعني للي يبغاه. وترى شجره جميله جدا للبيوت، حدائق البيوت ولا أروع منها، وما راح تنسون كلامي هذا. بس أنتم شوي جربوا الموضوع، عاد أوريكم التينة هالحين ما شاء الله، هذا التين إنتاجه حتى من الأسفل ما شاء الله منتج جميل، هذا الإنتاج بشكل كامل ما شاء الله، إنتاج كل الأشجار هذه كلها، التين هذا الموجود كله إنتاجه جميل جدا جدا ما شاء الله. ويلا على السريع نوريكم هذاك الفلفل هذاك حقنا اللي انتم تذكرونه، اللي النظام الجديد. وهذه الاشياء اللي انا بقوله، يعني احرصوا على الشجره هذه، احرصوا عليها جدا جدا. في نظام جديد طلع بعدين نتاكد منه. وهذه يا جماعه الخير، هذه الورد الجميل اللي قطع يديني، صرت كني متهاوش مع اسد. الله يسعدكم، ازرعوا والقطن جربوه، لن تندموا من زراعة القطن. طبعا هو محصول صيفي، لكن إن شاء الله ندخل على شتوية بالمحصول هذا. شوفوا إنتاج كمية القطن اللي فيه، راح تشوفون الصور بالإنستغرام، راح تعجبكم شكل الوردة وشكل الزهرة وهي قبل الغمد وقبل التزهير، وهي زهرة خضراء يعني في كل مراحلها راح تشوفونها، وراح تشوفون الجمال اللي موجود فيها. شوفوا ترى بياض ناصع، طبعا أنا وسخته لأني أنا مشتغل قبل شوي، وبيضه حلو يعني، خلي احط لكم جنب الاسود. المهم توكل على الله وازرعوا، والله يسعدكم ويوفقكم، مع السلامه، استودعتكم الله.